مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، تحديدا من قلب اكيد غابة من غابة كابلان. فبعد مجموعة من الفيديوهات واللايفات اللي قامت بهم قناة القرب الكشف عن الوضعية الكارثية اللي كانت في هذه الغابة، تم نعلن لكم الخبر السار والبشرى على انه تم انطلاق الاشغال من قلب هذه الغابة، هي ما شاء الله الان في حلة رائعة. كيف تشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذا هو المشروع اللي اعطانا انطلاقا له اكيد الوزارة الوصية وشركة كذا بيئة، اللي ما شاء الله اعطتنا واحد صورة جميلة وواحد مساحة خضراء اللي مخدومة بحب وبإتقان. فكما كنشوفوا عملية السقي بدات بطريقة مزيانة، كاين مجموعة من الفضاءات اللي كتشملها بداية تبدا مساحة خضراء على طول هذا المسار، وباقي الأشغال المستمرة إن شاء الله فرضها عليها بالكبران. فنتمنى الخير إن شاء الله. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام الأشغال متواصلة من قبل الغابة، من بعد اللي قامت بهم قناة القرب لأجل النهوض بهذه المنطقة ونهوض المساحات الخضراء فيها. فعملية الإشغال مطلقة، كنشوفوا كاين مجهود كبير كيقوموا به الناس الفضاء الأخضر هذا، ومشروع اللي أكيد هو مشروع كبير، وهذه هي الرؤية العامة أو التصور العام لهذا المساحة الخضراء. فكما كنشوفو كانت هذه هي الحلة الجديدة اللي كتمتاز بها الغابة هذه اللي معروفة في منطقة الورنوس. وما شاء الله مثل هذه المساحة مثلا نضمن راحة ديال الساكنة اللي يعتبر هذه المساحة هذه هي المتنفس الوحيد اللي عندهم لأجل قضاء الوقت الثالث. إن شاء الله يوفق هاد الناس ويعينهم لأنهم صاحبين المساحة الخضراء اللي كنقدرو هذاك المجهود الكبير اللي كيقوموا به هاد الناس. نتمنى لأن الساكنة تحافظ على هاد الغابة هادي. كيف كتشوفوا مشاهدينا الكرام، هاد لي طخافو ويجي عاملين دي انتروتيان دو بارك سبورتيف القدس سيدي برناسي، وحدة من المساحات الخضراء اللي تعتبر متنفس للساكنة. كما كنشوفو الرجال في الوقت هادي كيفاش كيجيو يدوزو الوقت الثالث، يقوموا بأنشطة رياضية باش كنسقو هواء نقي ويدوزو الوقت في مكان يليق بيوم وحفظ صحتهم. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذا هو الهيئة النهائية أو الحلة الجديدة اللي كتمتاز بها المساحات الخضراء على مستوى هاد الغابة هذه اللي عندها ذكريات كبيرة مع ساكنة فرنسا. هذه حاجة مفرحة أني نشوف التأثير في قناة القرب بالموت في هاد الغابة هذه في بعض اللايفات اللي قاموا بهم أكيد مجموعة من الزملاء ومن بينهم المخرج الرقم اللي إن شاء الله كان حاضر تحية كل هاد الأنشطة اللي كانت في منطقة الراشة. الراشة ما شاء الله غادي تطور كبير وخير مثال لهاد المساحة. كبدوشي
مش انا كلام تفاصيل اخرى في بعض.